العدد 14. تعالوا نقول سوا: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح. أنا عايز أسمعكم: من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها ب... تعال نقول تاني: لأعرفه وقوة وشركة متشبها، قول تاني: لأعرفه قيامتي وشركة متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد. قول تاني كده: إذ أنا أنسى ما هو وراء إلى ما هو قدام، أسعى، العدد اللي بعده، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. كلمات جميلة قوي. افتكر آخر آيتين لو تجيب 13 و 14: أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. تحدي الحياة، مش كده؟ ده تحدي الحياة مع ربنا، تحدي الحياة المسيحية. كل يوم تصحى الصبح تقول: أنسى ما هو وأمتد إلى ما هو. قول تاني: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. مين الغرض؟ تكون حي يسوع. هللويا، هو حاضر، موجود في وسطينا، هو مستحق كل إكرام وكل مجد، هو موجود هنا علشان كل واحد وكل واحدة فينا. غمض عينيك كده وارفع إيدك وقول: يا رب، أنا النهاردة أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، وبكرة أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا كل يوم يا رب بصحى كده وأقول: أنا بأعلن سلطانك عليا، أعلن سلطانك عليا، تكمل عملك فيا وشغلك فيا، شغلك في شخصيتي وفي تفكيري وفي إرادتي وفي مشاعري. أنسى ما هو وراء يا رب وأمتد إلى ما هو قدام، عيني على شخصك وحدك، عينينا عليك أنت يا ملك الملوك، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، فنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ناظرين إليك، مش على نفوسنا، مش على ظروفنا، مش على مبارح، مش على خطايانا، لكن بصين على يسوع المسيح رئيس الإيمان ومكمله، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي من أجلي. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. خليني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني، إني أقوم وعود وياك واسمع صوتك جوا كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا ايه جواك. خليني لما افتح عيني اول فكره يا رب تجيني، إني أقوم واسمع صوتك جوا كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا إيه جواك. كلك مشتاقات يا حبيبي، سجودي وطيبي، كلك مشتاقات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي، بعد قدامك برتاح تحت جناحك غنى وفراح.
ياخدني خطوات قدام ويغير جهلي للنور. ده طعامي وسط البرية، ياخد عيني بالمنظور. ده كلام مش أي كلام، بياخدني خطوات قدام ويغير جهلي للنور. ده طعامي وسط البرية، سارق قلبي حافظ رجليا، ياخد عيني بالمنظور. بسكت واسمع لك في المخدع، علمني اعيش طالب شوقي يزيد جوايا، اختيجي بيك وادوب في الايه زيك في جمالك. قول وحدك وانا جاي لك، انا جاي المخدع، علمني أعيش طالب شوقي يزيد جوايا، واختني بيك وادوب في الآية زيك في جمالك. ده ما في كلك مشتاقش، كلك قدامك برتاح، تحت جناح غنى وفراح، بعد قدامك برتاح، تحت جناح غنى وفراح. أنت للمن الذي يشبيع قلبي، لا يجوع القلب حاشا، حبك النهر الذي يرويني ربي، نفسي لا تحتار عطشا في كمان أرجو أنظر. أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي أنت الراعي، أنت للراعي الذي يرعى وجودي، لا يخاف القلب وحشها. أنت للحصن وفيك كل جودي، من عدايا لست أخشى. فيك لي يا سيدي كل الكفاية، انت الكفاية، ربي يسوعي. فيك لي يا منقذي كل الحماية، انت يا رأس الرفيعي. فيك أنت لي
مائد مصدر. أنت في العرش لأجلي يا شفيع، أنت ضامني كل حياتي، فيك كل حاجتي. ربي يسوع يا معيني، يا معيني بل ثباتي فيك ما أرجو وأقصى. أنت لي النعمائي مصدر، أنت لي النعمائي مصدر. أي شكر يا حبيبي يوفي ديني كيف أشكر، أي حمد. أيوة يا رب، مهما كان مهما كان أنت أكبر في كمال أرجو وأكثر. أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي مصدر. غمض عينيك كده وارفع قلبك، قل له فيك كل حاجاتي يا سيد. انت الراعي، انت الحصن، انت قوتي، انت عزي وترسي، انت خلاصي. لك كل المجد والبركه، لك السياده والقياده، انت القائد وحدك، انت راعي نفسي واسقفها. بعلن كده ان انت السيد وحدك، انت العالي وحدك، انت اعلى من كل عالي، انت اغلى من كل غالي. ورغم انك العالي المرتفع، انت قريب لكل الذين يدعونك يا سيد. اسمك مسبح من مشرق الشمس الى مغربها، وانت رافع البائس من المزبلة، وأنت مقيم المسكين من التراب لتجلسه مع أشراف شعبه. هللويا. مين زيك يا رب؟ مين في محبتك؟ مين في أمانتك؟ أنت الأغنية وأنت اللحن. نبارك اسمك الكريم. أنت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني، نبض قلبي وعايش بيك، هفضل عمري الجاي احكي. انت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيك، هفضل عمري الجاي. انت غنايا، انت غنايا، سر شهوة قلبي وقلبي سمايا، لذة عمري وعمري دفي. انت غنايا والتسبيح اللي هديك، شهوة قلبي وقلبي سمايا، لذة عمري وعمري دفي. لحن الألحان، تاخدني ايديك وفي رحالي شاخص عينك عليك. نطش الروح بينادي عليك، ساكن فيا وساكن فيك، رحالي حب تاخدني.
في أنسى مكاني وأنسى زماني أيوة واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي أنا عايش فيه أنسى مكاني وأنسى زماني وأنسى الكل وأفكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي أنا عايش فيه حضورك. أنا أشعر بحضورك بقوة. أنت موجود تقول تصنع خير تشفي منكسر القلوب تصالح رحيم حنان تصالح تفتح يديك فتشبع كل حي رضا يا سيد افتح إيدك يا رب افتح إيدك اشبعنا بشخصك شبعنا بشخصك اروينا اروي عطشنا وجوعنا شبعنا بيك املانا بسلامك يا رئيس السلام املانا بمحبتك المحبة اللي بتطرح كل خوف للخارج يا سيد املانا بمحبتك غني فينا أغنية المحبة يا رب غني غني أغنية محبتك على قلبي غني غني أغنية محبتك على قلبي مين زيك مين زيك انت مين في جمالك مين في حلاوتك يا يسوع مين زيك انت مين في جمالك مين في حلاوتك يا يسوع غني غني أغنية محبتك على قلبي غني غني أغنية محبتك على قلبي قول له مين زيك لوحدك ومين زيك Baby.
لأنك أحببت أولا وذبت في حبي يسوع في الصلب أهوانا قولت وتربت وتوكت بالهوان وصليبك يا سيدي كان لي المكان محوت مثاني وقلبك يا سيدي إلي أرتمي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فمن أنا؟ فمن أنا؟ أخليت نفسك من أجلي سماء إلى الصليب أحببت واحتملت ومحوت مثاني أنت بتقول حط قدامه كل أمور صعبة في حياتك وفي حياتك قل له أثق إن كل عائق في حياتي قدامك كلا شيء يا سيد لأنك أنت اللي بتأمر وتقول كن فيكون أنت صاحب السلطان أنت اللي ليك الكلمة الأولى والأخيرة أنت الأول والآخر أنت البداية والنهاية الموتى أقمتهم
والأحياء حفظتهم، والأثم بررتهم، والمشتتون جمعتهم، والخطاء أرجعتهم. نسجد لك ونمجدك يا سيد، أنت كلمة المشورة، أنت كنز العون، أنت مسكن البركة، أنت مصدر الربح. آللويا، أنت تاج الكهنة الطاهر، أنت السيد الرب المرتفع، لك ذراع القدرة، لك يمين الكرامة والعزة. استحق، استحق كل الأشياء منك وبيك وليك، كل ليك والكل بيك يا سيد. آللويا. كل كده أتبعك يا سيد، أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس، وليس لي سوى. وحدك يا يسوع وليس سواك، بحبك يا يسوع ولا حدش وياك، ولا حدش وياك. Oh,
مشيت وياك لما مشيت وياك يا يسوع في الدم أنا مخطيه يسوع 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 مليك انتصر يحق نهتف ليه اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد يا المبارك العزيز الوحيد ملك ملك الملوك رب الأرباب المجيد قدس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض قدوس يا سيد أنت قدوس
القدوس نغني ونرنم لاسمك العظيم. اسم الرب برج حصين، اسمك قوة، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. عمانوئيل الله معنا، امتلكنا امتلكنا. حط ايدك علينا، على كل واحد على كل واحدة. سيد احفظ قلوبنا وعقولنا. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. هللويا. سيدي امتلك حياتي كرسنها لك، وليفض قلبي بحمد مستديم. خذ يدي محركا لها بفعل حبك، جملا رجلي بالسير القويم. سيدي امتلك حياتي وأقوى عقلي وذاتي، مماتي إنني ملك لسيد المسيح. صوتي احفظ منشدا لاسم مليكي لا سوى، وفاملأ برسالة الفداء. فضتي وذهب امتلك، ومالي في الحياة شغلا قوايا كيفما تشاء. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي وذاتي، في حياتي ومماتي إنني ملك لسيد المسيح. قول من قلبك، لتكن إرادتي كما تشاء بين يديك، وليكن قلبي لك العرش المريد، وليكن حبي سكيب الطيب عند قدميك، ولتكن نفسي دواما للمسيح. إنني ملك لسيد المسيح. هللويا هللويا. تفضل عزيز. هللويا. التسبيح احنا بصين عليه، انا مش عارف كم حد فيكم شاعر بالفخر انه منتمي للرب معايا. هللويا هللويا. عارفين انا قاعد برنم وفرحان واقول يا بختنا بيسوع، طوبى للشعب الذي الرب اله. مين يقول امين معايا؟ مين يقول له يا بختي بيك النهارده؟ فخور بيك، بالرب تفتخر نفسي. مش عارف ازاي الناس عايشه من غيره، بجد صعب. كتاب قال تكسر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. الحياة بعيد عنه صعبة ومؤلمة، وإحنا قاعدين نقول حبيبي يسوع ونرنم ونفرح بيه. هو جميل، هو جميل، ولما يخش حياتك يجملها، ولما يخش البيت يجمل البيت، ومفيش حتة حد التصق بيه إلا وجمل ونور ولمع الحياة وادها مذاق وادها شكل مختلف. أنا نفسي قبل ما شارككم التأمل الأول، عايز نغمض عينينا ونصلي لأجل كل حد لسه بعيد عن يسوع. تألمت وأنا قاعد وأنا فرحان بقول إذا احنا فرحانين بكده، هي الناس اللي بعيدة عنه عايشة إزاي؟ ده ميت يا عيني، ده مسكين،
ده محطم. ارفع ايدك معايا قوله افتح عينين كل حد لسه ما شافكش يا رب، عينه تشوفك، نور عيون وقلوب بعيدة عنك، خلص يا رب نفوس بعيدة، ناس تشوفك، ناس تسمعك، ناس تترمي في حضنك، ناس تتمتع بحضورك. ما أجملك، ما أروعك، ما أحلاك يا رب. اللي محروم منك، اللي محروم منك، اللي عايش في مرار البعد وعبودية ومزلة إبليس، يا رب زوره النهاردة، يا رب زوره النهاردة. أي حد حاضر هنا الرب يغيرك وتشوفه النهاردة وتلتصق بيه وتمشي معاه وتدوق حلاوة يسوع وتدوق جمال العيشة مع يسوع. تبقى الدنيا صعبة بس انت فرحان بيه، تبقى الدنيا تقيلة بس مسنود عليه، وتقول لي يا صديق ألصق من الأخ يا ناس، حبيبي يسوع، حبيبي يسوع، حبيبي يسوع، مبارك اسمك يا رب. كل قلب لسه ما دقش يا رب وما استمتعش بأحضانك، حرك قلوب النهاردة، افتح عيون النهاردة، اطلق نفوس النهاردة، رد كل اللي بعد عنك، تكسر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. الناس التعبانة لأنها بعيدة عنك بتدور على أي أمور، يا رب زورها، يا رب ردها، يا رب افتح عينيها، يا رب خلص النهاردة باسم يسوع. امسى شوف شعب الرب رفع ايده معايا بيصلي الصلوة دي، لاني اؤمن الصلوة دي تعمل حاجة. الحد بيتفرج علينا ربما صدفة، ربما ربنا وقفه دلوقت عشان يسمع الكلمة دي، ارفع ايدك معايا قول له يا رب افتح العيون على شخصك، يا رب تتفتح القلوب ليك، يا رب خد ناس في حضنك دلوقتي، خد ناس في حضنك دلوقتي يا رب. اللي بعد يرجع، اللي بعد يرجع، اللي ضل الطريق، اللي ضل الطريق والعالم خده، رد رد يا رب، يا رد نفسي، رد نفوس الآن، يلا صرخوا معايا، رد نفوس الآن يا رب، رد قلوب بعدت وتعبت وانحنت واتكسرت وتزلت، رد قلوب يا رب، اطلق نفوس من يا ابن الله باسم يسوع، يدوقوا حلاوة العيشة معاك، يدوقوا الحياة معاك، لأنه بعيد عنك موت، مفيش حياة، أنت الحياة، أنت الخبز الحي، أنت الماء الحي، مبارك اسمك إلى الأبد. أشكرك لأنك بتلمس قلوب وبتزور ناس، وقلوب بتيجي ليك وتقترب إليك وتتمتع بالعيشة والعشرة معاك. أيوة المرنم كان حقيقي لما قال محلى العشرة وياك يسوع رب الحياة، مفيش أحلى من العيشة معاك. مبارك اسمك، بنحبك 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 بنحبك، فخورين بيك، شكرا، مبارك اسمك إلى الأبد. أمين أمين. سفر ملوك الأول أصحاح 19، ربنا يباركك كرولوس، استخدمك بركة حبيبي. ملوك الأول 19، وعندي مشاركة صغيرة هنصلي بعدها من عدد، ممكن أبدأ من عدد 13. ملوك الأول 19 من عدد 13، مقطع مشهور قوي بس يعني شوية تعبيرات. أصلي أن ربنا يبعث رسائل خاصة، وأصلي أن ربنا يعمل حاجة خاصة أيضا بإعلانات باسم الرب يسوع. يقول فلما سمع إيليا، مقطع بيتكلم عن إيليا بعد ما قاد نهضة في الصح 18، جاله رسالة من إيزابل أنه غدا أنت بكرة هتنتهي حياتك، حاجة عن نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا، بسبب أنه هو قضى على أنبياء البعل. وبيقول مضى لأجل نفسه وجي تحت رتمة وقال يا رب خلاص خد حياتي، أنا عايز أموت مش عايز أكمل، خلاص أنا تعبت من اللي بيحصل ومحبط ويأسان، وطلب الموت لنفسه مش عايز يعيش، وقال هبطل خدمة وعمل كده فعلا. قال للغلام اتحرك خلاص مش هخدم تاني، خلاص أنا مش قادر أكمل تاني، أنا محبط جدا. وابتدى الرب يتعامل معاه. تعال نشوف معاملات الرب معاه في عدد 13، لما الرب راح يزوره في المغارة بعد ما راح له مرتين بأكل وجاب له كعكة رطب، كعكة سخنة كده ومية، وأكله ونام وصحى تاني وأكله تاني، وهو بيعتني بيه عشان عاوز يعالجه
من الإحباط واليأس والحالة اللي هو فيها. وده حبيبنا وإلهنا الجميل. مين يقول معايا جميل الرب؟ جميل جميل. عارف ما عملش حاجة، أكله بس مرتين كده ويطبطب عليه ويقوله أنا واخد بالي منك، أنا مهتم بيك، حاسس بيك، أنا معاك، أنا جنبك. بعدين راح يتكلم معاه في عدد 13، يقول فلما سمع إلي لف وجهه برداءه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول مالك ها هنا يا إلي؟ فقال غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك، نقضوا مذابحك، قتلوا أنبياءك بالسيف، بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، امسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، امسح أليشع ابن شفاط. يعني دعانه يعمل أعمال هو عايز يعملها. أنا عايز بس عدد 18 أختم بيقول وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكسر البعل وكل فم لم يقبله. المشهد اللي قدامنا هنا زي الرب بيهتم جدا بولاده لما بيبقوا شعرين بأوقات بانهيار بالضعف بالإعياء بالإحباط. هل أنا قد إيه فخور بكلمة الله؟ لأنه صح 18، لو قريت 18 تشوف إليه رهيب، تعطوا لي قدسين يا عم إليه، ناس عظيمة، نروح أنا وإحنا فين؟ إحنا غلابة خالص، ملناش دعوة بالقصص دي. إليه رهيب فعلا حقيقي، واقف بطوله بيقف قدام الملك يتكلم بسلطان كده وتحدى أنبياء البعل ويقود نهضة بطوله، كبار وقوة سلطان، ويصلي صلوة ما تكملش دقيقة النار تنزل من السماء. حاجة رهيبة، حاجة رهيبة، بقوة رهيبة وسلطان رهيب، بمسحة رهيبة باستخدام غير عادي. صح 19 شوفوا في لحظات من الإحباط واليأس والفشل. ورب على فكرة أنا قلت قبل كده من وقت طويل قوي، مرات الثقافة اللي جنبنا بتفهمنا أن ربنا بيحب المؤمن القوي وملوش دعوة بالمؤمن الضعيف، بس ده كذب وغير حقيقي. إليا في أضعف لحظاته الرب اهتم بيه جدا جدا جدا، ما سابوش. وأنا عايز أقول مش هيسيبك حتى لو أنت في أضعف لحظاتك، مش بيتركك، مش بيرميك، مش بيقول خلاص بقى ما دلوقتي أي كلام روحيا أنا عايزه لما يكون قوي، لا ده يجي يدور عليك. يروح لإيليا ونتفرج عليه ربنا عمل إيه. حاجة جميلة جدا، رعاية الأول بأنه يطعمه ويهتم بيه بجسده لأنه منهج جعان معية وخلاص مش هياكل، مش هيجيب أكل من مش هياكل وهيموت، ويجيب له أكل ويأكله وينام ويقف مستنيه هو نايم كده ويسيبه نايم ويطبطب عليه ويقول له ارتاح ارتاح انت تعبان ارتاح، وبعدين يصحيه يقول له تعالى كل تاني انا مجيب لك اكل تاني. ايه انا عايزك تاكل عشان صحتك عشان جسدك، انت مهتم بجسدي؟ قال طبعا مهتم بجسدك ومهتم بنفسيتك جدا لانه دي الخطوة التانية اللي عملها، ومهتم بحياتك الروحية جدا. بعد ما اهتم بجسده اتقابل معاه، اول كلمه قالها لنا مالك ها هنا يا إلي؟ ايه يا رب؟ السؤال ده سؤال مهم جدا. ايه هدف السؤال؟ طلع اللي جواك، انا عايز اسمعك، احكي لي مالك، خايف من ايه، متضايق من ايه، زهقان من ايه، مضغوط من ايه، افتح قلبك معايا. على فكرة مفيش أمتع من العلاقة مع رب إنك تقعد تحكي معاه بإخلاص، مش جمل محفوظة. يا جماعة الصلوة جميلة لأنك بتحكي مع صديق حبيب وتقول له كل جواك حقيقي وتعبر عن مشاعرك. مفيش مرة في الكتاب لقينا ربنا زعلان من حد عبر عن غضبه وعن حزنه، مفيش حاجة اسمها كده. يحبك جدا، أنا زعلان، أنا متضايق، كنت متوقع كذا وما لقيتش، صعبان عليا،
متلخبط مش فاهمك يا رب، متضايق من القصة دي، متصارع في الحتة دي. فالرب بيقوله مالك، وساب يحكي وحكى كلام غلط، ورب يقوله طلع لجواك. يعني بقيت أنا واحد مش حقيقة. قتلوا أنبياءك صحيح، بس في أنبياء لسه ما ماتتش، ومحدش بيعبدك وكل سابوك. لا لا، على فكرة في 7000 رب لم تنحني بقى، وفي 100 نبي مخبيهم عبدي على فكرة، وفي عبدية جوه قصر أخاب تقي وبيحب الرب ويخاف الرب على فكرة. انت مش واخد بالك من القصة كويس، انت بتتكلم غلط. بس اتكلم، انا عايزك تطلع لجواك، اسكب قلبك. وده اللي نفسي اقوله، الفكرة البسيطة كده الأولى، تعود انك تسكب قلبك قدامه. حكي معاه، حكي معاه، طلع مشاعرك قدامه، عيط، اغضب، قول كل اللي جواك قدامه، اسكب قلبك قدامه. على فكرة بيحترم مشاعرك جدا، ويحب يسمعك، ويحب يسمع قلبك. انا خايف، قول مخاوفك. متضايق، قول متضايق. غضبان، قول غضبك. الآن قول قلقك. متلخبط، قول لخبطتك وحيرتك. طلع لكل اللي جواك. وده جمال الرب. السؤال ده كأنه بيقول له أنا عايزك ما تكتمش جواك، وتبقى كأنك تخش قدام ربنا ونشكرك لأنك أنت الذي كنت. ما فيش كده خالص. الكلام ده لخفنا. ما ليه؟ أفتح قلبي معه، أفتح قلبي معه، أقول له كل اللي في قلبي، أقول له فرحان قوي بكذا ومتضايق قوي بكذا. مين يقول أمين معي؟ دي العلاقة الجميلة يا جماعة، دي العلاقة الجميلة معي. وتقول كل حاجة. مش عايز أقول لكم، يعني أنا مرات بقول كده بس بخاف من الناس وتضحك معي. هو ينفع تضحك معي؟ آه طبعا. وتعيط قدامه. صديق يا ناس، حبيب، دي علاقة جميلة. يعني أنا كنت مبسوط في الترنيم، وفي كلمات من الترنيمة هنقول حبيبي يا يسوع بحبك، حبيبي. بتقول له حبيبي يسوع؟ مين يقول حبيبي يسوع معي؟ حبيبي يسوع، حبيبي. ده مش حد أنا مرعوب منه، ولا هو قاعد لي على الواحدة يقول لي غلط ممنوع، قاعد بتاع الممنوعات. لا، مش بتاع الممنوعات، بتاعنا صديقي وحبيبي اللي أحكي معاه وارتاح في عند أقدامه. لكن سريعا، سكب قلبه قدامه. بس حقيقة الرب اتحرك بيه معاه، سأله سؤال، لكن الرب طلع أمر. وأنا التعبير ده فارق معايا. قبل ما هقول الجزء الأخير هقول لكم هنصلي إزاي مع بعض. عدد 15، فقال له الرب، بعد ما حكى لجواه، فقال له الرب اذهب راجعا. أنا عايز أقف عند الحتة دي. اذهب راجعا في طريقك، لأنه عارفين بعد الجملة إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ حد عارف إيه اللي حصل؟ اللي هي رجع فعلا، رجع فعلا وتحرك فعلا. هو إيه اللي رب عمله عشان إيليا يرجع ويطلع من الأزمة بتاعته؟ كيف خرج إيليا من أزمته؟ واحد، شعر بحب وعناية الرب ليه لما ابتدى يطعمه. اتنين، سكب اللي في قلبه من انزعاج وحزن ووجع وغضب وفهم وعدم فهم، سكبه قدامه. بس في ثلاثة مهمة جدا، الرب إدى أمر. مين يقول أمين معايا؟ الرب إدى أمر. انتوا عارفين بعد الجمله دي اللي حصل؟ ليه رجع فورا. الكلمه دي عملت ايه يا جماعه؟ احنا مش قادرين نصدق كلمه الرب. ليها سلطان رهيب رهيب رهيب. لما يقول كلمه كان الكلمه دي اطلقت ايليا من جوه الحفره اللي وقع فيها، طلعته من الاكتئاب. ده عنده اكتئاب، ده يفسر حالته اكتئاب شديد. يطلع من الاكتئاب بكلمه، يطلع من الاكتئاب بكلمه، يقيم من ضعفه بكلمة، تقوم من ضعفك بكلمة، يعالج إحباط أو وجع نفسي أو غضب أو بعد أو ضياع بكلمة، يقول كلمة، لأنه كلمته لها سلطان. مبارك اسمه الأبد. اذهب راجع. الجملة اللي قبلها كان قال له بس أخرج وقف على الجبل أمامي، وكأنه دول الأمرين، أمرين قالهم، أخرج وقف على الجبل أمامي واذهب راجع. تحلت مشكلة إليا، اتحلت الأزمة بتاعته، اتعالج من اللي هو فيه. موضوع يبدو صعب، لكن أمرين، رب عمل اعتناء بي وسمع مشاعره المتألمة وسكب قلبه قدامه، لكن فورا أعطى أمر. وأنا عايز أقول لكم حاجة، أنا جوا قلبي إيمان
أنه الرب حيدي أوامر في هذا الاجتماع لناس ويحصل تغيير معجزي في اسم الرب يسوع. أسمع أمين قوية. ممكن تقرأ معايا قبل ما أكمل الآية دي، مزمور 71 على 3، وعايزك تحفظ التعبير ده، جميل جميل، وهنقوله. في عدد 3 بيقول: كل صخرة ملجأ أدخله إيه؟ دائما بابه مفتوح. يا ناس بابه مفتوح، تقدر تروح له زي ما انت، مش محتاج تستنى تغير في نفسك، تروح له زي ما انت. بس في تعبير صغير جميل هنا موجود، حد بيقرأ معايا؟ لا اسمع شعب الرب بقوة كده، لا اقوى شوية عشان العالم كله يسمعنا. يلا، امرت بخلاصي، بيدي امر بالانقاذ، بيدي أمر بالتغيير، بيدي أمر بالشفاء، بيدي أمر بالحياة، بيدي أمر بخروج حد من دوائر صعبة موجود فيها. أمرت بخلاصي، وده اللي الرب بيعمله، إطلاق إلي من اللي موجود فيه كان بأمر إلهي. أمرت بخلاصي، أيوة في أمر، اذهب راجعا، وكأنه على طول حصل عودة، على طول السكة اتغيرت، المسار اتغير، لأنه اتقابل مع الرب، خرج وقف قدام الرب، طلع من المغارة، وقف على الجبل قدام الرب في حضور الرب الرهيب، ولما سكب مشاعره رب ادى أمر إليه رجع فورا. والعجيب جدا الرب لما قال له اذهب راجعا، قال له روح اعمل 3 مسحات، هتمسح الملك حزائيل على أرام، هتمسح ياهو على إسرائيل ملك، وهتمسح أليشع نبي. وكأنه بيقول له عندك شغل، عندك شغل، عندك مهمة، عندك دور، عندك عمل، عندك حاجات لازم تعملها. أيوة أنا شايف نفسي أن أنا انتهيت وخلاص ومش عايز أكمل، وقررت أكمل. مش أنت اللي هتقرر تكمل، لسه بيقول لك انت ما زلت نافع، ما زلت نافعة، انا عندي شغل بيك، انا عندي حق، بس انا محبط دلوقتي، اقيمك وهستخدمك. يديله مهام عشان يقول له انت نافع، انت نافع، انت لسه مهم. لان ابليس كذاب، ما اعرفش مين هنا ابليس قال له مالكش لازمه، انتهيت، كان زمان خلاص، كنت زمان، دلوقتي مش كده. النهارده الرب عاوز يشجعك بقوه عشان يقول لك لا، لا تقبل خبر كاذب من إبليس إنه قصتك هتكمل كده، ما زلت نافع وفي مهمات الرب هيدعوك ليها الأيام القادمة. هيقول لك اذهب، هيحركك الرب بمسحة غير عادية، هيستخدمك لأنك لسه نافع. لا مش زي ما قال لك إبليس مالكش لازمة، لا ليك لازمة، لا خلاص أنا منفعش، لا تنفع، كان زمان، لا لسه دلوقتي، مازال يد الرب هتحط عليك. صحيا تعبان، ماديا تعبان، ظروفك صعبة، يد الرب القديرة توضع عليك وسيرسلك بقوة. من يقول أمين معايا؟ اذهب راجعا وامسح، في شغل ليك، في تحركات ليك، في أمور رب هيحركك بيها في الوقت اللي جاي. أنا أعلن إيماني هذا الصباح بسلطان الرب أن الرب هيحرك ناس في الأيام اللي جاية بقوة، هيحركك لأماكن، لخدمات، لأمور هيطلبك مني. لأن عايز يقولك هستخدمك، هستخدمك، تبقى إيدي في الأرض، مش هتبقى باطل ولا عاطل ولا هتبقى عقيم، لكن مثمر في اسم الرب يسوع. قبل ما هنصلي الأجدد، لأنه مصلي النهاردة جوه قلبي إيمان رب يطلع أوامر من السماء النهاردة، مش تطلع زي ما أنت. من قال أمين معي؟ مش تطلع زي ما أنت، أصل هو هنا، هو هنا هيعدي كده. أنا كنت بقوله كل واحد غير التاني، فتعدي على واحد واحد عشان مش كنا زي بعض بصراحة، فكل واحد حالته غير التاني، فعدي على واحد واحد فينا كده، وحط إيدك اللي تمسح دموعه أمين، واللي تحط ايدك في ظهره تقول له انا هساندك امين، واللي توقع احمال من عكتافه امين، واللي تشفي جسده امين، واللي تنتشله من هو وقع فيها امين، واللي تكلفه بمهام امين، واللي تولع قلبه بنار جديده امين، واللي تطلقه بسلطانك وتملاه فرح بدل الكآبه امين، واللي ايمانه ينتعش من جديد امين. اتحرك بالطريقة مع كل حد فينا. لكن هقول حاجة أخيرة يلا عشان نصلي ونستقبل ده من الرب. بعدين بعد ما قال له المهمات بقى، وين كده كأن فجأة الرب قال له عايز أقول لك معلومة. تفضل يا رب. بصوا اقروا آخر عدد اللي هو 18 من القراية اللي احنا قلناها.
عدد 18. وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكسل البعل وكل فم لم يقبله. ليه إيه كلمة كل فم لم يقبله؟ بمناسبة يعني عشان بس تبقى الفكرة، كانوا في التوقيت ده بيقبلوا تماثيل أو الشكل بتاع البعل عشان ياخدوا بركة، يعني عارفين اللي هو تتبارك يعني. فيتبارك ازاي؟ انه يقبل التمثال. دي كانت طريقة موجودة في التوقيت دوت. فقال له على فكرة انا عندي 7,000 واحد منحنوش وجسوا للبعل، وعندي 7,000 واحد ما راحوش ياخدوا بركة منه. قالوا بركتنا من إله كل بركة، بس مش ده اللي هدينا البركة. البركة من عند الرب، البركة مصدرها الرب، ومش هنتبارك إلا بيه ومنه. وده كان إعلانه. طب وتقول لي إيه القصة بقى هنا؟ هقول لك ده إعلان رهيب. وكأنه رب يقول لي من فضلك إليه عايز أقولك على حاجة. أنت قلت الدنيا سودة، بس الدنيا مش سودة. لا سودة، لا إيزابل لسه قاعدة وأخاب ضايع والناس ما مش عايزة تتوب والدنيا سودة. قال لا، الدنيا مش سودة، الصورة مش قاتمة، بس أنت مش شايف كل الصورة، أنت شايف جزء بس من الصورة. وأنا عايز أقول لك لا، في حاجة حلوة كتير قوي، في أجزاء جميلة بس عينك مش جايبها. وأنا عايز أقول هذا الصباح، إبليس سودها قدامك، سود الصورة قدامك، حط دي جنب دي جنب دي وسودت في عينيك. ورب بعت رسالة يقول لك الصورة مش قاتمة زي ما انت شايفها، في جمال موجود، في أمور جميلة ورائعة بس عينيك مش جايباها. صدق النهاردة وآمن، رغم انك وانت بتسمع تقول لي فين ده، يعني انت تسمع تقول لي فين الجمال ده، ما فيش حاجة، هي مغمقة وسودة وبيضة وخربت ممكن تكون كده. بس الرب عايز يقول لك على فكرة في حاجات كتيرة انت مش واخد بالك منها، في أمور رائعة أنا بعملها وبعدها، في ناس أمنة موجودة. انت شايف إيه؟ الناس ضعيفة والمش عارف حصل إيه. في قديسين للعلي، في أبناء للرب، في ناس أمينة ومقدسة وبتحب الرب وتخدم الرب. لو عينك مش جايبة غير ناس وضعفات ناس ومحبط ومتعصر، الرب يقولك ما تعصرش، في قديسين وفي أبناء للرب. صحيح في ناس ضعفت وتعبت، بس في أبناء للرب. مش دي الصورة الكاملة، مش دي الصورة الحقيقية، في حاجة تانية مختلفة. من يقول أمين معايا؟ مين مصدق أن في أمور جميلة في الصورة بتاعت حد؟ حتى لو عينك مش شايفة، بس في الروح في أمور، في الروح في أمور تانية، في حاجات تانية أنت مش واخد بالك منها. لكن المعنى دوت التاني، ليه كان إيليا محبط؟ لأنه إيليا شايف خدمته ملهاش أي حاجة. أنا قعدت أخدم، وبعد ما قالوا رب هو الله، رب هو الله، قال ملتهمش خالص. أنا افتكرت هيجوا جنبي بقى ويقول يلا نكمل معاك، واللي يجي يلمس إيليا هموته. لقيت نفسي لوحدي ومحدش موجود، وشكلهم مش هيكملوا، تحمسوا مبارح وخلاص، أنا مش لاقي حد جنبي. يعني إيه؟ يعني خدمتي بلا ثمر، تعبي باطلا. ورب بيكلم حد هنا أو أكتر، خدمتك مش باطلة وتعبك ليس باطلا في الرب، وأي حاجة بتعملها مخلص لأجل يسوع حتى لو ما شفتش نتائج ليها، الحقيقة هي لها حصاد وليها بركة. مين هنا صلى ما شافش نتيجة؟ الرب يقول لك لا، صلاتك لها نتيجة. تقول لي ما شفتش، هقول لك القصة. ما ده صوت الرب ليك. ما هو إيليا قال ما شفتش، بس الرب يقول على فكرة في 7,000 رب. يعني إيه؟ يعني خدمتك مثمرة، يعني صلاتك لها تأثير، يعني اللي بتعمله ليه معنى وحقيقي. مرات إبليس يجذب عليك عشان يقولك ما تعملش حاجة، مالكش أي لازمة عشان يوقفك. الرب يقولك اللي بتصنعه ليه معنى وليه قيمة. هحكي في دقيقة، جيت في وقت من سنين كده، يعني من كتير شوية، أعتقد 2006-2007-2008 في الرنجات دي. وبعدين كنت بأدعو أوعظ بره،
كنت بأرهق جدا أنه بخدم برا والكنيسة وشعب إرهاق شديد. فجأة جات لي فكرة، هو أنت بتطلع توعظ برا إيه اللي حصل يعني؟ قال كله بيوعظ والناس بتحضر اجتماعات تسمع الوعظ ولا حد عايز يعمل حاجة ولا توجع رأسك ولا في ثمر. أديك روحت بالك شهرين رحت هنا وهنا، إيه اللي حصل يعني؟ ما أنت بتوعظ ده بيوعظ ده بيوعظ ولا حاجة. فجأة جت لي فكرة كده، حلو الاعتراف على الهوا ده كويس، عشان أقول لك إنه عادي بنحبط يعني، مش حديد يعني. جت لي فكرة، هقفل الأجندة بتاعتي وهلغي كل الخدمات. وخدت قرار هلغي كل الخدمات برا وهكتفي بان انا هبقى على الكنيسه ومش هطلع في حته، وانا اشتغل في قلبي جوه الكنيسه وخلاص كده، خلاص ما فيش ثمر وتعب على الفاضي وجهد على الفاضي، فانا مش هعمل كده. كان عندي في قاعه دلز خطوبه، ورحت الخطوبه عندي كلمه، فرحت قلت الكلمه في الخطوبه وانا خارج من قاعه دلز عند الباب بره، الحته المظلمه دي كده عند الباب لو حد ياخد باله منها، لقيت حد بيندع سيسي ونسان، فمش شايفه من الظلمة. فأهلا يا حبيبي، أهلا وسهلا. قال لي على فكرة أنا ابنك في الإيمان. قلت نعم. قال لي أنت جيت عندنا وأنا في ثانوي ووعظت وأنا سلمت حياة المسيح وأنا ابنك في الإيمان، ومن ساعتها أنا ماشي مع الرب ودلوقتي أنا خادم في الكنيسة. وسابني ومشي. حد فيهم حاجة؟ كانوا بيقول لي ما تصدقش، يمكن مش هتشوف كل حاجة بعينيك، يمكن تتعب، يمكن تخدم، يمكن تعمل خير، يمكن تحاول تعمل حاجات كتيرة، يمكن محدش يقدر، يمكن محدش يقول لك انك انها تباركت من خلالك ولا في ثمر ولا في حاجة، يمكن محدش يقول لك، بس تعبك ليس باطلا في الرب وخدمتك مثمرة، وكمل اللي الرب دعاك تعمله. إذا بتصلي كمل. أنا بصلي لأجل بلاد، بصلي لأجل شباب، بصلي لأجل اجتماعات عائلات، بس مش شايف. الرب جاي يحط إيده في ظهرك ويقول لك لا كمل، كمل تصلي، كمل لا في ثمر، لا في ثمر. واللي مش هتعرف تشوفه هنا هتشوفه قدام كرسي المسيح. ممكن أقول الكلمة دي تاني بعد إذنكم؟ اللي مش هتشوفه هنا هتشوفه قدام كرسي المسيح. ليه؟ لأن كرسي المسيح حيمشي حاجة حاجة عشان يقول لك أنت عملت كذا لأجلي ودي ثمر، وعملت كذا لأجلي ودي ثمر ودي نتيجة، عشان يكافئك على اللي أنت بتعمله. هناك حصاد لكل زرع روحي تزرعه لأجل اسم المسيح. من يقول أمين معايا؟ اتشجع اتشجع. مش الصورة اللي رسمها لك إبليس كاذبة. آمن آمن أن اللي بتعمله لأجل الرب، تليفون، رسالة، صلوة، ابتسامة، طبطبة، تشجيع، حاجة عملتها، مفيش حاجة مفقودة قدام الرب. واللي انت بتعمله لأجله هيبقى تأثيره إلى الأبد. مين يقول أمين معايا؟ فعايز شجع ناس هنا، لأنه إبليس عايزك ما تعملش حاجة. دعوة العدو أو غرض العدو إن يخليك مركون على الرف، ما بتعملش حاجة. هو ده اللي كان بيقوله إليه، ماليش لازمة خلاص. ورب قال له لا، تعبك ليه ثمر، لا اللي بتعمله ليه معنى، لا كمل مرة تانية، لا ما تبطلش اللي انت بتعمله. أنا بوزع نوبز، كمل. أنا بكلم ناس عن المسيح، كمل. أنا ببعت رسائل روحية، كمل. أنا ببعت تأملات للناس، كمل. أنا بصلي لأجل نفوس بعيدة، كمل. أنا باخد يوم صوم وصلاة لأجل العائلات عشان تتغير، كمل. كمل اللي بتعمله، ما توقفش. أنا بتصل بحد بالتليفون وأصلي معاه، كمل تعمل كده. مين يقول أمين معي؟ مش عارف بكلم مين، بس عارف إن ربنا بيبعت حاجة لواحد أو واحدة أو أكتر عشان يقول لك تشجع إنك تعمل كده. أمين. إحنا هنصلي لأجل إنه يجي أوامر لكل إلي محبط، وتيجي أوامر لأجل نفوس تعبانة أمرت بخلاصي. قد ايه تعبير اذهب راجعا وانا بقراه فارق معايا؟ اذهب راجعا، اذهب راجعا، امر خرج من الرب. انا مش بعرف اخبارك ايه، بس انا عندي ايمان دلوقتي واحنا بنصلي وبنعبد هتطلع اوامر من السماء
تطلق حياتك. تقول لي ده في حاجات بقى لها سنين، صدقني في الكنيسة دي وفي أماكن كتير وإحنا بنصلي كنت بشوف ناس ويقولوا لي بعد سنين في اجتماع واحد حصل إطلاق لحياتي. رب إدى أمر خلاص، رب أطلق ناس خلاص. آمن إن رب يدي أمر على حياتك دلوقتي، في حاجة تحصل مختلفة. رب يصنع أمر جديد الآن 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 في هذه اللحظات. إذا بتصدق في الرب وإذا روحك مفتوح، أنا متأكد إنك هتسمع أمر وهتطلع من زي ما دخلت في هذا الاجتماع. غمض عينيك معايا، يلا تعال نغمض عينينا مع بعض. هاليلويا هاليلويا. رب جاي يسأل عليك حتى لو ما حد سأل عليك. رب جاي يقول لك مالك ها هنا. رب جاي يسأل ويدور عليك. لا أنت مهمة عند الرب. إبليس كذاب قال لك ما حدش مهتم بيك. رب مهتم بيك. رب بيسأل عنك. رب بيجي يزورك. رب بيفتقد حياتك. رب مش هيتخلى عنك. رب لن ينساك أبدا. يجي يزورك، مهتم بصحتك فيجيب طعام، ومهتم بنفسيتك فيقول لك مالك هنا، ومهتم بيك روحيا فيمسحك ويستخدمك في خدمة وإرسالية إلهية. هللويا 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 هللويا. مبارك اسمك يا رب إلى الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد. هللويا 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 هللويا. يا رب أشكرك لأن يوم من هذا الصباح إن ولا حد مننا يكون تحت الرتمة واقف وحياته متلخبطة، لكن عودة باسم الرب يسوع. اذهب راجعا، تعود مرة تانية تقف فوق الجبل، تعود مرة تانية ترى الرب، تعود مرة تانية تسمع صوت العلي، تعود مرة تانية تستقبل مسحة، لأن الوقت اللي جاي فيه عمل. الرب بيقولك فيه عمل خاص ليك الوقت اللي جاي، فاستقبلي مسحة من الرب وقوة من الرب، لأنه في إرسالية إلهية، في دعوة ليك. الرب بيدعوك بيقولك اذهبي اذهبي اذهبي، تحركي تحرك، ما تقعدش تحت الرتمة، ما تستسلمش للرسائل الكاذبة، ما تنتظرش تغير الظروف، لا تنتظر الأحوال تتحسن، لكن اذهب بقوتك هذه، اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل. لا تقل إني ولد. هللويا 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 هللويا. في ناس هنا هيسمعوا دلوقتي الرب هو بيقول لهم الرب معك يا جبار البأس، اذهب تحرك. مبارك اسمك يا رب الأبد. يا رب كل اللي تعطلوا بقالهم وقت، كل أبطال هنا أو بيتابعونا تعطلوا بقالهم وقت بسبب أخبار كاذبة، إبليس سود الصورة قدامك، ربما استخدم الواقع المادي الصعب في بلادنا، ربما استخدم أحداث أمراض مشاكل أمور صعبة عشان يوقفك. باسم الرب يسوع المسيح أؤمن أن ولا واحد من ولاد الرب يتوقف عن عمل ودعوة وإرسالية رب أقامك ليها. لن تتوقف باسم الرب يسوع. رب هينادي على أبطال هنا ويقول له أخرج من المغارة، أخرج وقف على الجبل أمامي. هللويا. رب هيقول لك أخرج وقف على الجبل أمامي، وقف قدامي لأني عايز أحط إيدي عليك وعالجك وأطلقك من جديد. هللويا. بخاطب أفراد هنا العدو حاربهم عشان يفرمل العمل بتاع حياتك، بأنه يشغلك، بأنه يحبطك، بأنك تشوف الصورة سودة وقاتمة، بأنك تشعر بالفشل وأنك مش نافع. بيكلمك الرب. صدقوني لو واحد أو اتنين في الاجتماع ده قاموا، الاجتماع ده عمل حاجة عظيمة، لأنك أنت مهمة جدا. رب جاي يقولك أيوة أنت مهمة جدا عندي، لأنه دعوتك باسمك أنت ليه. لا ترتبك بأعمال الحياة، لا تنشغل بالواقع الصعب اللي بتعبر بيه. سأجعلك مثمرا في أرض مزلتك، لا تنتظر تغير الظروف، سأضع يدي عليك وأستخدمك بقوة غير عادية. لا تتوقع أمور معينة، لكن تحرك وراء الرب. اسمع لصوت السيد وهو بيقول من أرسل، قوله ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنا ذا.
تقول لي انا ضعيف انا في حته بعيده قوي، ما هو ده اللي الرب جايبك في الاجتماع ده عشان كده. يقول لك انت ايليا، انا بشوفك فوق الجبل جبار، بس تقول له انا ضعيف، يقول لك هضع يدي عليك النهارده احول ضعفك الى قوه، انتشلك من ضعفك، اخرجك من احباطك، اخرجك من الزحمه اللي انت فيها، اخرجك من اللبخه اللي اتلبخت بيها، ارتبكت بامور حاصله معاك، اتربطت بامور، انحنيت امام امور. رب جاي يدي اوامر النهارده عشان يقولك يلا قم، يلا قوم، يلا قوم، يلا قوم، لماذا انت ساقط على وجهك؟ قوم، قوم من الحتة اللي انت اتزنقت فيها باسم الرب يسوع. الصورة مش قطمة زي ما انت شايفها، المنظر مش اسود زي ما ابليس ورهولك، تقول بس الواقع صعب، ورب يقول لك قوتي اعظم، تقول العيان بيتحداني، بس الرب بيقول لك مجدي سيرى وسط تحدي العيان ده، سأريك مجدي، سأريك يدي القديرة، بس انا مش نافع دلوقتي ولا هنفع. الرب يقول لك لا، اذهب راجعا، امر هيطلع ليك من السماء النهارده، ورب يقول لك اذهب راجعا، تحرك ورا الرب، تحرك ورا كلمة الرب، هلما فأرسلك. محدش مقدر، رب يقول لك انا مقدر وشايف ده، تحرك وراء الرب. هللويا 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 هللويا. استقبل استقبل استقبل، ان الرب جاي يشيل أتربة على حياتك، جاي يطلقك النهاردة كإيليا، جاي يطلقك النهاردة ويقول لك الصورة مش قاتمة، واللي بتعمله لي معنى، صلاتك لها معنى، رفعت ايديك مؤثرة، دموعك هتعمل فرق، سجودك بيعمل فرق، صوتك بيعمل فرق. ابليس كذاب، انت نافع جدا، تشدد وقوم مرة تانية، قوم من الحتة اللي انت وقفت فيها، اطلاق لكل جبار بأس باسم الرب يسوع هذا الصباح. ورب الشيطان، هللويا هللويا هللويا. استقبل استقبل، هللويا. افراح بدلا ولا لا حزن يحنيك في اسم الرب يسوع، تسبيح بدلا الياس، لا ياس يقيدك باسم يسوع. البسني ثيابا فايدك مع انه من الرب عايز يحط ايده عليك دلوقتي هذه اللحظات في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في
باسم الرب يسوع. لمسة فيها نقلة ليك. هللويا هللويا. خروج من أي إحباط، خروج من أي لخبطة وتشويش ترمى عليك. كل أكاذيب تنكسر. ترى الصورة، ترى الصورة الحقيقية. صوت الرب هيبقى قوي دلوقتي يقول لك أنا أبقيت لنفسي 7000 ركبة. هيقول لك النهاردة تعبك مش ضايع. هيقول لك النهاردة خدمتك ودورك ليه مهمة. هيقول لك النهاردة العدو عايزك ساكت، لا تسكت لا تسكت. العدو عايزك منحني. ورب يقول لك النهاردة أشفي انحنائك وعالج كسرتك واطلقك من جديد. هللويا هللويا هللويا. أمرت بخلاصي باسم الرب يسوع المسيح. اللي حب يصلي معايا أوامر إلهية تطلق في سماء هذا الاجتماع. أوامر تسمعها، تسمع الرب هو بيقول لك يلا اتحرك يلا اتحرك. تسمع صوت الرب يقول لك أنت محلولة من ضعفك. أي حد ربط بروح ضعف الرب يفكك النهاردة. هللويا هللويا. أي شعور اتربطت بيه إنك مرفوض مش محبوب كذب، رب بيقول لك أنا أحبك واخترتك ودعوتك وأنت غالية وأنت محبوب جدا عندي. وأنا جاي أسأل عليك النهاردة، وأنا جاي أسأل عليك النهاردة، وأنا جاي أحط إيدي وطبطب عليك وأقول لك أيوة أنا شايفك ومقدر ضعفك وما وقعتش من نظري وهعالجك وأقيمك من جديد. هروح أزورك زي بطرس. لا ما رميتكش لأنك غلط، ومش هرميك لما تضعف، ومش هسيبك لما تقع. أقيمك بقوة جديدة باسم يسوع. ذهب لبطرس وقال له صحيح أنت غلط بس أشفي ضعفك. حبني؟ قال له أحبك. قال له يلا ارعى غنمي. ما نفعش؟ لا تنفع لا تنفع لا تنفع. أصل دعوتي هتنجح فيك، أصل مقصدي هتثبت فيك رغم الحرب الشديدة ورغم استسلامك. أنا جاي أزورك النهاردة وأقيمك. يا كل إلي في زيارة ليك من الرب النهاردة عشان الرب يقيمك. أمورك الزمنية ما تاخدش عينيك. الأمور اللي حطها إبليس وكبرها قدامك وقال لك كبرت وضخمها. إبليس ضخم الأمور قدامك زي ما عمل مع إلي، ورب يقول لك ده مش حقيقة، ده مش حقيقة. الصورة مش سودة كده زي ما انت شفتها. انا هوريك صورة تانية، انا هخليك تشوف مشهد تاني، انا هخلي عينيك تشوف صورة مختلفة. تشدد وقوم، ما تستسلمش ما تحبطش. اللي تشجع الوقت اللي فات وشعر بضغطة كبيرة عليه بقاله اسبوعين ثلاثة الاخرانيين، باسم الرب يسوع المسيح تتكسر الضغطة دي من عليك عشان تطلع مرة تانية وتكمل. أنا ربي بيدعوك يلا اتحرك. تقول أنا ما عنديش إمكانياتي والموضوع كبير، ربي بيقول لك إني أكون معك، إني أكون معك، إني أكون معك. هحط إيدي عليك وأمسحك، هحط إيدي عليك وأؤيدك. هللويا 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 هللويا. اذهب راجعا يا رب. الامر ده يطلع النهارده للناس في وسطينا. اذهب راجعا. هللويا هللويا. ارجع وقف فوق الجبل تاني، ارجع صلي تاني، ارجع اتحرك ورا الرب تاني. اللي قال لك عليه الرب اعمله، اللي كلمك عنه الرب لا تتوانى. قول الرب النهارده حاضر. مين انا الرب كان كلمه وتلخبطه؟ رب يقول لك قول حاضر النهارده، أخضع ليك يا رب، تحرك وراك يا رب. لا تنتظر تغير الظروف. أنا بكلم حد هنا، لا تنتظر تغير الظروف، لأن الرب هيجعلك مثمرا في أرض مزلتك. هللويا 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 هللويا. أما القطن الضالة فلا تضع قلبك عليها. حطش قلبك على الحاجات المفقودة، ما تحطش قلبك على الحاجات اللي اتلخبطت. هيصلحها، هيرجع القطن الضالة. ما تنشغلش بالقصة دي بيقولك، لكن انشغل بدعوتك. الرب يقولك انا دعوتك دعوة عظيمة. اوعى عمرك يعدي على الفاضي كده. قوم قوم من تحت الرتمة. امرت بخلاصي يا رب. هللويا. امرت بخلاصي يا رب. هللويا 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 هللويا.
مبارك اسمك، مبارك اسمك. أشكرك 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 اللي بتصنعه هذه اللحظات أبدي، اللي بتصنعه هذه اللحظات رهيب. أشكرك لأجل كل جبار بأس بتطلقه النهاردة، من ضعف، من إحباط، من استسلام، من شعور كاذب إنه مش نافع وملوش لازمة، من شعور كاذب إن اللي بيعمله قليل ومش مهم. إبليس كذاب، اللي بتعمله عظيم في عين الرب. الرب بيقول لك كده، بيقول لك اللي بتعمليه غالي عليا. الرب بيقول لك صلواتك غالية عندي، أنا محتفظ بدموعك، أنا محتفظ بدموعك في ذك، وصلواتك بكتب قدامي سفر تذكرة، أنا بكتب اللي أنت بتقوليه قدامي. لا صلاتك غالية، لا دموعك غالية، وقفتك غالية، واللي بتعمله لي معنى أبدي. هللويا 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 هللويا. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح، حتى لو هزمت في معركة لا تيأس، لأنه ده دعوة الرب السنة دي لينا، أنه يقول لك ما تيأس من الهزيمة. حتى لو عدى عليك وقت وضعفت، الرب يقول لك قوم لأني عايز أعوضك عن أيام فقدت، قوم لأني عايز أعوضك عن سنين أكلها الجراد. قم قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ في رجاء لسه. هللويا في رجاء لسه. هللويا 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 هللويا. مبارك اسمك مبارك اسمك. كل مقاصد قلبك لينا، أيوة يا رب، شغلك فينا مضمون، كل الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازم هيكون. رغم فساد شوه أوانينا، رغم محاولات الشرير، من زيك مش هتفشل فينا، انت عظيم جاي بتغيير. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايدك اتمدت وبترسم فينا المحبوب. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايدك اتمدت وبترسم فينا المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا، وأواني كرامة خلينا. أرجوك كمل شغلك فينا، وأواني كرامة خلينا. تشكيلك هو المطلوب، تشكيلك هو الكل. مقاصد قلبك يا رب، كل مقاصد قلبك لينا، شغلك فينا تشهد مضمون، كل الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازم هيكون. رغم فساد شوه أوانينا، رغم محاولات الشرير، من زيك مش هتفشل فينا، انت عظيم جاي بتغيير. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايدك اتمدت وبترسم فينا المحبوب. شغلك فينا
المطلوب تشكيلك هو المطلوب يلي بذلني الابن عشاننا وعطتنا معاه البركات قادر تشبع فينا نفسنا وتعيشنا السماويات لنرى الصين النعمة هيفضل أيوة. وقت ما نتعب وقت ما نفشل الحق نفسنا عشان هنعمل حاجة في دقيقة. حط ايدك على كتف اللي جنبك كده بس وحنصلي لأجل بعض نعمة عشان تطلق وتتمم اللي الرب دعاك إليه. نعمة. حط ايدك على كتف اللي جنبك وصلي لأجل بعض. هو هيصلي لك وانت تصلي له. يلا قول للرب نعمة لأخويا اللي جنبي، نعمة لأختي اللي جنبي يا رب، نعمة يا رب. كمل شغلك، كمل عملك، الحق بسندة، الحق أختي لأنها محتاجة سندة منك. قولي كده سندة لأختي، سندة لأخويا، نعمة ليه. شدده يا رب، شجع أخويا يا رب، قويه يا رب، اسند إيديه يا رب، ارفعه برفعة قوية، املأه بالروح القدس يا رب. نعمة عشان يكمل باسم الرب يسوع. أمر بالأمر سماوي لي يطلق النهاردة. هللويا 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 هللويا. هللويا 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 هللويا. نعمة. الرب بيسكب يا جماعة. أنا حضور الرب رهيب. الرب بيسكب، صدقني الرب بيسكب عليك، الرب بيحط إيده عليك. دي مش إيد أخوك اللي عليك، دي إيد الرب اللي عليك دلوقتي، دي إيد الرب اللي عليك، دي إيد الرب، سندة الرب ليك، لأن الرب عاوز يرسلك إليه، لأن الرب عايز يقول لك اذهب بقوتك هذه وخلص. رب عايز يقيمك، رب عايز يشجعك وينعشك. يسكب مسحة عليك النهاردة باسم يسوع. هللويا هللويا. نار تيجي على حياتك النهاردة. حضورك الناري يا رب يلهب القلوب، يشفي النفوس، يطلق يا رب باسم يسوع. هللويا 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 هللويا. يا رب ارسل ابطال من هذا الاجتماع يا رب. النهارده في ارساليه، اذهب راجعا. الصوره مش قاتمه، في ثمر لعملك اجر، تعبك ليس باطلا. هللويا هللويا هللويا. صلاتك ليها تأثير حتى لما شفتيش لحد النهاردة. يا رب جاي يشجعك ولي كملي تتنبئي، كملي تصلي، كمل وقف، كمل رفع ايدك ولا الرب، كمل استناه مش هيخزيك، كمل ماشي وراه هينجحك ويقودك في اسم الرب يسوع. هللويا 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 هللويا.
هللويا هللويا هللويا. مقاصد الرب هتتم ومخطط ابليس يفشل باسم الرب يسوع. هللويا 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 هللويا. تعالوا نقول كلمات الترنيم اللي جاي واحنا بنقدم عطايانا للرب. اصنع بينا نهضاتك، اصنع بينا. انت رب هيصنع بيك، انت رب هيصنع بيك. هتكون بركه لعيلتك وبركه في منطقتك وكنيستك وخدمتك وشغلك باسم الرب يسوع. اصنع بينا نهضتك كارثين باسمك معلنين دمك في وجه عدونا. بارك ارسل لنا غيرتك اشعل فينا امرنا دولا ارحل من امامنا. ربنا زي إليا كده عايز يقول له اذهب راجعا لحاجات هيعملها. مش عارف مين، واحد اتنين هنا بيتابعونا، فممكن نصلي لهم، نصلي الناس دي. انا مش عارف مين، بس عايز ارفع ايدي واقول يا رب مسحه قويه ثقيله للناس اللي هترسلهم عشان يتحركوا في حاجات كلمتهم عنها. الرب يرسلك من هذا الاجتماع، الرب يرسلك، رب بيقيمك ويرسلك عودة مرة تانية لخدمات، لأمور كنت بتعملها، لأمور كلمك الرب عنها، لأمور قلت لسه ما جاش وقتها ورب يقول لك لا جي وقتها. يلا 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 تحرك 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 ورا الرب، تحرك ورا الرب. اذهب راجعا، اذهب راجعا، تحرك ورا الرب، تحرك لخدمتك، تحرك للدعوة اللي كلمك عنها، تحرك للأمور اللي أعلنها ليك وأعلنها ليك. هذا الاجتماع مخصوص ليك عشانك. رب يحرك الدنيا. بقعد أصلي عشان أقول إيه، لأنه رب بيعمل ده عشانك مخصوص، عشانك مخصوص لك. يلا تحركي، يلا تحركي للي أنا كلمتك عنه يا رب باسم الرب يسوع. لتكن يدك قوية على ناس هنا وانت بتحركهم باسم يسوع. ولا إلي يقعد تحت الرتم باسم الرب يسوع، ولا جبار بأس أخ أو أخت يا رب يقعد متعطل ملبوخ بأي أمر باسم يسوع. إطلاق الأبطال، إطلاق الأبطال، إطلاق الأبطال. ولا عقيم في وسطنا، ولا عاسر في وسطنا. شعب مثمر، كنيسة مثمرة، أبناء للرب يأتوا بثمر ويدوم ثمرهم باسم يسوع. هللويا هللويا. الرب يظهر بيك رائحة معرفته في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان، أينما ذهب. في شغلك،
في عيلتك في مكان سكنك يظهر بيك رائحة معرفته في كل مكان. هللويا 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 باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع. أشكرك لأجل سكبته في هذا الاجتماع, أشكرك لأجل التحركات اللي هتحدث من هذا الاجتماع, أشكرك لأجل المجد العظيم اللي هتصنعه في اسم يسوع. آمين آمين آمين. هللويا 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 هللويا. مين شاعر معي بحضور الرب الرهيب؟ هللويا هللويا. رب بيعمل أحبائي, محضر الرب فيه حاجات بتتخلق وحاجات بتتولد وأمور بيصنعها الرب معنا. عايز أقرأ تاني الآية بتاعت شعار السنة دي لأنه قلبي مولع نار بالكلمات دي إنه رب عايز يعمل ده معنا وبينا بقوة. فتعالوا نقرأ رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس أصحاح 2, دي الآيات لهذا العام عدد 14 و15. عايز تقروها معايا قبل ما هنكمل الحديث اللي بدأناه الأحد الماضي وتوقفنا فيه لأن الوقت مش بيكفينا, لكن تعالوا نقرأ الأول مع بعض. أسمع صوتكم الجميل وإحنا بنقول بكل إيمان: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين, ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان, لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. أمين أمين أمين. في كل حين منتصر, ها هذكركم كل أسبوع في كل حين منتصر. تقول لي ده إزاي؟ أقول لك هو الكتاب قال, ما هو قال, هو قال نحن في المسيح هننتصر كل حين. طب ويظهر بنا رائحة معرفته فين؟ في الكنيسة. برافو. أيوة في ناس تقول لي غلط. أيوة قولوا عليها غلط صح عشان قلت غلط. مش في الكنيسة. ما ليظهر بنا رائحة معرفته فين؟ في كل مكان. في البيت، في الشغل، في الأفراح، في المشاكل، في الأزمات. يظهر بنا رائحة معرفته. هننشر رائحة المسيح الزكية. مين يقول أمين معاه؟ وإحنا موجودين ليه في الأرض؟ هو ده الدعوة اللي إحنا موجودين بيها. تكوين 14, يلا نرجع لتكوين 14. وفي رومية 8 الآية الثانية اللي مرتبطة بشعار في رومية 8:37: وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. تكوين 14, مرة فاتت شاركت مع حضراتكم عن المبادئ كتابية للنصرة الروحية بأول حرب, وقلت في قاعدة كتابية لما نيجي كدارسي لاهوت ودارسي كتاب مقدس بنبحث عن أول ذكر لأي موضوع لأنه بيدينا إعلان قوي. فأول نصرة وحرب كانت موجودة في تكوين 14 مع أبونا إبراهيم لما سمع أن لوط اتسبى, خد كل الغلمان وتحرك تجاه انه يستعيد مره تانية لوط. في عدد 14 بنشوف هذه الكلمات واضحه جدا: لما سمع ابرام ان اخاه سوبيا جرى غلمانه المتمرنين. حتى خد باله من المتمرنين دي, هنعوز التعبيرات ديت لانه ربنا بيجهزك للحرب, يعني بيدربك. ليه؟ لأنك في حرب الحقيقة. أيوة حرب روحية أكيد. أنت في حرب أكيد. من إمتى؟ من يوم ما فتحت قلبك للمسيح. حرب قد إيه؟ 24/24 وسبعة أيام في الأسبوع وكل شهر وكل يوم وكل لحظة أنت في حرب. فبيعمل إيه؟ قال يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. يعلمني. هنا متمرنين متدربين عارفين يعملوا كده ازاي. فده مهم. تقولي طب ابونا ابراهيم بيعمل كده ليه؟ عشان يبقى جاهز مستعد في اي وقت, يبقى عنده استعداد. وولدان بيته 318 وتبعهم الى دان. القصه معروفه ان هو رجع مره تانيه لوط, استرد لوط. وهاخد مرة تانية سريعا, قلناها المرة فاتت وهزود
على المبادئ اللي احنا عايزين نحطها قدام عينينا. أرجوك الحاجات دي احفظها في روحك لأنها السيات للحياة اللي رب دعينا نعيشها في هذا العام. رقم واحد، قلنا أبونا إبراهيم راح يحارب عشان مين؟ عشان لوط. وحطينا قاعدة غالية جدا، لا تحارب لأجل نفسك، لا تحارب لأجل نفسك. أي حروب لأجل نفسك؟ يعني إيه لا تحارب لأجل نفسك؟ يعني ما تروحش تدور على تتخانق على أمورك الشخصية، أمورك الزمنية، وتتخانق مع الناس وتسيب حاجة أغلى. أنت مدعو أن تحارب حروب الرب، زي ما قالت أبيجايل لي داود: سيدي يحارب حروب الرب. وهل دي حقيقة؟ كم المؤمنين اللي ملبوخين في حروبهم الشخصية وضاع منهم سنين ما تعدوش، ما تعدوش. دي تجربة سهلة الوقوع فيها. يعني يعني سهل رجلك تروح، انك تبقى قاعد مشغول بنفسك، فاسمي، كرامتي، عيلتي، شكلي، حقوقي، فلوسي، انا دائرة النفس، تمشغول بنفسك. تعرفين اللي كنا بنتأمل عنه دلوقتي ده، ايه اللي لخبطه؟ يقول مضى لأجل نفسه، مضى لأجل نفسه، هو انحصر في نفسه. طب هو فوق جبل الكرمل ولا كان شايف نفسه؟ ما شايف مين؟ الرب. انت مش خايف من أخاب؟ لا، اسم الرب بيوهان واقف قدام أخاب، يقول له انت مكدر إسرائيل. ايه يا عم انت بتكلم الملك، بتكلم بجرأة كده ليه؟ ها، واقف لأجل الرب. طب لما فكر في نفسه، رسالة جات له من إيزابل قد كده، مش هبطل، مش هكمل الخدمة خلاص. الدائرة دي دائرة قاسية جدا، بتلخبطك لما تبقى داخل في الدائرة ديت. أنا عايز شجعكوا قوي قوي إنك تمتحن وتسأل نفسك دلوقتي، هل أنا عندي أي حروب؟ يلا يلا، امتحان امتحان، والإجابة داخلية، ممنوع حد يغشش حد. هل أنت عندك حروب داخل فيها بعيدة عن دائرة حروب الرب وملبوخ فيها؟ انتبه انتبه. أصل فلان عمل، أيوة، أصل هي قالت، ما أنا حافظين المنهج إحنا. أصله ما اتصلش، مش هوريها، خش بقى اتفرج على الكلام بقى، هرد، يلا ادخل، ادخل في حروب جانبية، ادخل يلا، هعمل، ادخل. انت تحارب حروب الرب، مرات رجلك هتروح. داود الكبير الممسوح ملك رجلي راحت، عشان بس مش بلومك، بس بقولك انتبه انتبه، كل شويه راجع نفسك، قول انا بقى احارب حروب الرب ولا بحارب لاجل دلوقتي نفسي؟ محتاج اخد بالي أنا أحارب حروب الرب. يعني مثلا تخيلوا، أخاطب مثلا الرجال هنا، هقرأ آية على لكم ليه بخاطب الرجال، هطلع الآية الأول بس. نحمية صح 4، نحمية صح 4، نحمية صح 4، نحمية بيبني السور، وبعدين جات له تهديدات، والتهديدات دي فيها مؤامرة واضحة جدا، يعني كلام واضح إنه هنحاربك، يعني هنيجي نؤذيك، هنيجي نؤذيك. عدد 8 واضحة جدا، هقرأ لكم العدد هو 8 الأول قبل 14. وتأمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها إيه؟ جايين يا حرب يعملوا ضرر حاسما. واضح. 9، صلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. يعني إيه؟ قال إحنا صلينا وقررنا نعمل حراسة، حماية، لازم نعمل حماية. طيب، وعدد 14 يقول: ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولات ولبقية الشعب: لا تخافوا. ما تخافش وانت عليك حروب وتحديات وصراعات، ما تخافش، بس مهم جدا ركز في ايه؟ بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. انشغل بعظمة إلهك، انشغل بسلطانه، انشغل بقدرته، انشغل انه انتصر ومشيك في موكب النصرة. بس يقولي تعبير بعدها، يلا مين بيقرأ معايا؟ حاربوا من أجل إيه؟ أخواتكم بيتكلم، بيقولك أوقف حارب لأجل أخوك. لا أنا مش فاضي. عارفين إيه اللي حاصل؟ إحنا بنحارب بعض، مش نحارب لأجل بعض. عشان كده الدنيا متلخبطة،
احنا بنحارب بعض، احنا مش بنحارب لاجل بعض، وده اللي مخلي الهزيمه واضحه جوه حياتنا وتعبانين ومش متشجعين. ما تحاربش اخواتك. لا انا مش بحارب حد. كل مره بتتكلم ضدهم كلام سلبي، تتنبأ عليهم بنبوات سلبيه، انت تحاربهم. ما تحاربش اخواتك، ما تحاربش حد. كل اخواتك غلابه، حتى اللي بيغلطوا غلابه. ما تحاربش حد، لكن حارب لاجل اخواتك. وايه كمان؟ بنيكم. اسال الرجال مرات والسيدات مرات، نقعد نحارب لاجل امور ماديه وشخصيه بدل ما نقف نحارب لاجل اولادنا. انا هسال سؤال حقيقي لكل اب ولكل ام، الاول اخواتكم، هسال الاخوات، وبعدين اسال الاباء والامهات. بتقف تحارب لاجل بيتك ولا ما عندكش وقت تحارب لاجل بيتك؟ انت مش فاضي، مشغول جدا بحروبك الشخصيه. بترفع ايدك لان العدو جوه تخطيطه انه يؤذي البيت ويؤذي الولاد ويؤذي العلاقات. انا استنى في جبهه تانيه، بحارب في جبهه تانيه. دي جبهات خاطئه. واضح الكلام؟ حاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. وقف قول لي احنا ما عندناش حرب زي ما كنا اخويا بيقول دلوقتي مع بشر. صح، حربنا روحيه، لانه عندك فعلا خصم ابليس بيحاربك 24/24. وقف، وقف لاجل اذهان، وقف لاجل النفسيات، وقف لانه بيحارب الاجساد بالامراض، وقف لاجل انه بيحارب العلاقات متوتره، وقف لانه عايز البيوت ما فيهاش سلام، وقف لانه عايز البيوت ما فيهاش فرح، وقف لانه عايز البيوت فيها خوف، وقف لانه عايز لخبط العلاقات ويدمرها ويبني لسنين حواجز. وقف، وقف حارب، وقف حارب لاجل بنيكم، لاجل اخواتكم. لما تقف تحارب لاجل اخواتك يا بختك لو انت بتعرف تعمل كده، ويا بختك لو ليك مؤمن اخ مؤمن ذكي روحيا ما بيقفش ضدك لكن بيحارب عنك. تقول يا اصله متلخبط. هو المتلخبط ده محتاج ايه؟ حد يحارب عنه عشان يقوم، حد يحارب عنه عشان يقوم. احنا محتاجين ربنا يفوقنا كلنا. مين يقول امين معنا؟ لا تحارب لاجل امورك الشخصيه، حارب لاجل اخواتك. ابراهيم ما راحش الحرب دي لاجل نفسه، راح لاجل لوط عشان يسترجع لوط. امين. وانت بتعمل كده خليك مشغول جدا بالرب، عظمه الرب. ما تخافش من العدو، ما تخافش من الواقع، لكن اذكر السيد العظيم المرهوب. اثنين سريعا، المبدا الثاني مهم، انه لما حاجة تسلب والعدو يسلبك ما تتفرجش، لا لازم ترد اللي راح، لازم تقف وترد اللي راح. مش تندف في حظك ونمصمص ليمون والدنيا وإبليس وحش رهيب. إبليس الأيام دي أصله هو عارف إنه في الأيام الأخيرة بقى وإبليس شغال جامد. لا تعظم في عمل إبليس، وقف قول له اللي خدته مني يرجع، مش هقبل انك تسلبني. تقول لي ماديا، اقول لك ممكن ماديا بس مش كل حاجه ماديا. سلامك المسلوب، تعرف دي تركتك؟ تعرف ان عندك ميراث؟ مش بتكلم على الاباء والامهات عشان ما حدش يروح يتنكد دلوقتي في المواريث والخناقات بتاعت المواريث. خلاص مش دعوه بالقصص دلوقتي، خلاص انا بتكلم على ميراث روحي. يا رب يحفظنا باذهان روحيه، يا رب اسم الصليب علينا كده اذهان روحيه. ها بتكلم على روحيا، سيبك من المواريث الارضيه. تعرف ان السلام ده ميراثك وميراثي؟ مين فاهم كده؟ سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. سرق سلامك؟ أنت مضطرب وخايف وقلقان ومتلخبط ولي أقولك طب هو ساكت ليه؟ أعمل إيه؟ قول سلامي يعود، السلام حقي، حقي يا ناس، حق السلام يرجع لي. الفرح اللي اشتراه يسوع ليه في الصليب حقي يرجع لي، حق يرجع لي يا ناس. فأقف قدام العدو. خدنا ايتين المره اللي فاتت، اشعياء 42 واشعياء 10، وشفنا ازاي انه بيقول وليس من يرد. محدش بيقول رد، محدش واقف يقول اللي راح يرجع، اللي اتلخبط يتصلح.
كله يتفرج ويمصمص ليمون ويقول ابليس والناس، يا اما الناس يا ابليس يا ربنا، دول الثلاث حاجات اللي احنا بنرمي عليهم. ربنا فين وليه عمل كده وسكت ليه؟ يا اما ابليس هو اللي بوظ الدنيا، يا اما الناس منهم لله اللي هم عملوا فينا كده. ونقعد بقى نشاور على الناس ولا اركن القصه وقف قول اللي راح يعمل ايه؟ يرجع، افتح فمك عشان مسدوب يرجع. ثلاثة قلنا وخدمنا الحديث المرة فاتت انه اول مرة يطلق هذا الاسم على الله في تكوين 14، وهو واحد من اسماء الله الغالية اللي هي العلي إيل عليون. بصوا كده معايا لو معاك كتاب مقدس، انبص على الشاشة المقدسة من اول عدد 18، اربع مرات يتقال اسم هذا اللقب، ولأول مرة مرتبط بالحدث ده. يلا كده بص معايا، يقول وملكي صادق ملك شليم أخرج خبزا وخمرا لإبراهيم، يعني أبونا إبراهيم، وكان من يقول معايا كاهنا لله إيه العلي. أدي أول مرة هو عدد 19، وباركه وقال مبارك إبرام من الله العلي. ماله ده؟ المالك السماوات والأرض، ده اللي السماء والأرض، ده العلي، ده العلي لملك السماوات والأرض. عدد 20، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. ممكن نحط بدل الكلمة دي أعطاك انتصار على الأعداء، صح ولا غلط؟ هي يبقى مين اللي إدى انتصار؟ الله العلي. يبقى هذا الاسم مرتبط بالنصرة، اسم الله العلي إيل عليون مرتبط بالنصرة، مرتبط بدخولك في حروب. فمهم جدا تبقى عارف انه الهك ايه العليون، تبقى عارف هذا الاسم وتبقى بتعلن هذا الاسم وانت بتحارب، وانت داخل في صراع مع العدو تبقى عارف، انت عارف مين الهك، عارف بتعبد مين، وبتعرف تعلن اسمه ايه العليون على كل موقف انت داخل حروب فيه. لانه يقول له مبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء. وبعدين ملك سدوم وعمورة قال له اديني النفوس وخد الأملاك، دي رابع مرة بقى. فقال إبرام عدد 22 لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله إيه؟ العلي مالك السماء والأرض، أنا مش هاخد حاجة منك لألا تقول إني أغنيت إبرام. هنا الإعلان إيل عليون. إيل عليون اسم قوي جدا من أسماء الرب، مرتبط هنا بالحرب. معناه إيه؟ معناه أنه الأعلى فوق كل سلطة وفوق كل اسم، معناه المرتفع فوق الجميع، معناه أنه مالك السماء والأرض اللي ليه الملك اللي ليه السلطان، معناه أنه ليه الكلمة الفاصلة والكلمة الأخيرة. خلي أي حد يقول كلام، بس صاحب الكلمة الأخيرة مين؟ إيل عليون. مين يقول أمين معايا؟ مين إيل عليون؟ قول إلهي معايا، قول إلهي، إلهي هو إلهي، ليه الكلمة الفاصلة، هو اللي يقول، ليه السلطان، لا مش فلان ولا علان ولا الناس ولا إبليس، لكن إيل عليون ليه السلطان. لو ده إيمانك ده هيخليك تحارب وانت واقف على أرض قوية، وانت مش منزعج، وانت مش شايف الناس بتلخبط لك حياتك وتقول فلان وعلان، لا تشوف الجالس على عرش. ليه؟ لأنه ممكن تلاحظ في مراحل في حياتك أنه في حاجات بتلخبط. يعني كنت الأسبوع ده بتأمل عن قصة يوسف، وبعدين فكرت فرعان في القصة دي. 13 سنة يوسف الله صامت تماما والناس بتلعب في حياته. مين فاكر كده؟ مين عارف الكتاب صح ولا غلط؟ ولا كأنه بيعمل حاجة، يبدو صامتا وسايب اخواته يفتروا عليه، يحسدوه، يغيروا منه، ويبيعوا عبد، وربنا ما يعملش حاجه. وامرأة فوتيفار تتهمه اتهام ظالم لأأمن انسان موجود في مصر، الامين بجد يتهم اتهام ظالم في شرفه وامانته. لا مش يتهم بس، يا ريت اتهم وسكت، ده اتسجن كمان. يا رب انت فين؟
مش انت ايه العليون؟ مال ساكت لي. يقول لا خلي بالك، بالعكس خالص، انا ايه العليون؟ العلي المتسلط ملك السماء والارض. والمرحله دي 13 سنه دي اللي انا سايب الناس تعمل دي مش سايبها للاخر، انا حاطط حدود، انا ضابط الدنيا. يبدو صامتا بس انا مش صامتا، انا شغال جدا، لانه كان عايزين يموتوه راح مغير السكه، اخواته كانوا عايزين يموتوه فتحولت من موت الى بيع ويعدوا عدوا صدفه. مفيش صدفه صدقني، ببلاش فكره الصدفه دي، في خطه الهيه. ليه عدوا قافله الاسم؟ عشان يبيعوا لمصر، عشان ينزل هناك ويروح فين؟ في اي حته؟ لا عند بيت فوتيفار مقصوده، ده ايد الرب شغاله. طب وبعدين يجد نعمه ويجد ورب يحركه فيوكله على البيت، وبعدين يظلم من امراه فوتيفار. تعرفوا حاجه شهيره؟ ما اعرفش حضرتكوا عندكم فكره ولا لا، قانون الايام اللي كان فيها يوسف ان الرجل اللي عينه تترفع على زوجه سيده يعدم، يعدم. فكان فوتيفار المفروض يعمل ايه؟ يعدمه. طب ما عدموش ليه؟ عشان في الايل عليون يا ناس، في ايل عليون ظابط كل حاجه، فيتسجن لكن لا يعدم، لا يعدم. طب يخش السجن يجد نعمه فرئيس السجن يخليه يوكله على السجن كله، فينفع يقابل رئيس سقاط ويقابل رئيس الخبازين. مازال على العرش، ايل عليون مازال على العرش. مين هنا بيعدي بوقت مش شايف ربنا بيعمل حاجة، وشايف إبليس اللي شغال والناس اللي شغالة والدنيا متلخبطة؟ أصبر، وهو شايف كل حاجة على فكرة، فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما يراقب. ما تخافش، مش متسابة، صدقني مش متسابة، الأرض مش متسابة، وإنت مش متساب، وظروفك مش متسابة. إيه العليون يمسك دفة حياتك ويحركها بحكمة شديدة جدا، وهتتفاجئ باللي بيعمله وهتنبهر باللي بيعمله. بس استنى، لأنه مش هتبان في الأول، بعد كام سنة هتظهر الصورة وتقف تقول ما أعظمك ما أمجدك. وده اللي قاله يوسف، أنه أنتوا قصدتم به شرا أما الرب فقصد به خيرا. إيه العليون؟ إيه العليون؟ صاحب الكلمة الفاصلة. بس مرات يسيب الناس تشتغل عشان برضو هو بيستخدم ده في تشكيلك وتجهيزك للخطة اللي دعاك إليها. عايز أقرأ معاكم حاجة من سفر دانيال، حب سفر دانيال جدا. وسفر دانيال هذا الاسم واحد من الأسماء اللي كانت مهمة جدا في السفر. دانيال أصحاح 4، نبوخذ نصر أكبر ملك، أعظم ملك جه في مملكة بابل، وحتى الكتاب اداله مكانة كبيرة فعلا. لما حلم بالتمثال، رأس التمثال ده ذهب، قال له أنت، قال له أنت، أنت اللي رأس التمثال ده، وانت الملك القوي ده. ومره تانية وراه حلم شجره وقال له انت الشجره اللي انتشر، انت 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 فعلا ليك سلطان وليك قوه وليك تاثير، وكانه بيقول له ايوه انت حد مش قليل. طب وبعدين يقول نبوخذ نصر بعت لنا جواب، والجواب ده تسجل لنا في اصحاح 4 من سفر دانيال. ده جواب بعته لكل الامم، ده اصحاح 1 عدد 1 يقول من نبوخذ نصر، اقروا معايا يلا، الملك الى كل الشعوب والامم والالسنه. جواب بعته نبوخذ نصر، ودانيال حطه لنا هنا كتسجيل لي. الساكنين في ارض كلها ليكسر سلامكم. مين يقرا معايا؟ انا عايزكم تقول يلا يلا، لا اسمع صوتكم القوي، يلا. الايات والعجائب التي صنعها معي مين؟ الله العلي. ده اللي بيعمل ايه بقى؟ ده اللي بيصنع الايات والعجائب. نبوخذ نصر قال الله العلي، ايه العليون ده بيصنع الايات والعجائب؟ مين يقول امين معايا؟ ايه العليون ده؟ الهك. طب ايه وانت بتحارب؟ شوفه كده بيصنع الايات والعجائب. وانت في تحدياتك شوفه كده، شوفه كده، ما تشوفوش صغير، هو مش صغير. تقول بس الدنيا هو مش صغير، هو مش ضعيف، هو مش بتفرج، بيصنع الآيات والعجائب. بيقول أنا حسن عندي أن أخبر به. وبعدين هو بيحكي في اختباره الحقيقة، بيقول أنا كنت شايف نفسي أن أنا يعني ما حصلتش،
كبرياء لما يضرب حد بيبقى بشع جدا، والحقيقه ربنا ما بيسكتش على الكبرياء بالمناسبه، يعني ما بيعديش القصه دي. لما يلاقي فيك كبرياء بيحاول يكسر ده، لانه ده بيعطل حياتك. على راي تعبير واحد، لما بتقع في الكبرياء انت تنضم الى صفوف الشيطان لانه اعظم متكبر. حد فاكر لما جه يسكت قال ايه؟ قال اصير مثل العلي، اصير مثل العلي، اشعياء 14، انا عايز ابقى زي العلي، ابقى انا مرتفع فوق الكل، انا عايز اكون انا عندي الكلمه، انا عايز اكون انا المتسلط. كبرياء. فنبوخذ نصر بكبريائه قال اليست هذه بابل العظيمه على 30 التي بنيتها لبيت الملك بقوه اقتداري ولجلال مجدي؟ شايفين الشعور الرهيب دوت؟ الرب عمل حاجه مذهله. من كل ما احكيها، مش عايز اقول لكم، من كل ما احكي العدد ده اتاثر جدا جدا. تعرفين اللي حصل؟ الرب طرده من الملك وخلاه قاعد وسط العشب بياكل زي الحيوانات. 7 سنين، 7 سنين نبوخذ نصر قاعد وسط الارض زي الحيوانات بياكل في العشب. مين ده؟ اعظم ملك جه، اعظم ملك قاعد وسط الحيوانات بياكل زي الحيوانات، وطالت اظافره وطردوه. الغريب المرهب ان الكرسي بتاع نبوخذ نصر فاضي ومحدش مد ايده وقال املك مكان نبوخذ نصر. عارف ليه؟ عشان في علي، عشان في ايه العليون. تعرف ليه؟ اسمعوا بقى عشان اقول لك. بس اصل هو الكلمه بتاعته فعلا، لما يقول كلمه، يا ناس مش بنقول وعظ هنا، لما يقول كلمة الكل يخضع ويسمع، كبير وصغير، ملوك وقادة ورؤساء وشعب وبشر وشياطين، الكل يخضع ليه لما يقول كلمة مبارك اسمه. لما يقول كلمة الكل يسجد ليخضع ليه. أيوة يستحق كل المجد، أيوة سقف ليه، أيوة يستحق كل المجد. هو ليه الكلمة الفاصلة؟ هو إيه العليون اللي يقول فيكون؟ العرش فاضي ولا واحد يمد إيده، ده بيموتوا بعض على العرش، وابناء قتلوا ابوهم واخواتهم. تقروا في التاريخ ده في الكتاب المقدس، عشان يمسك العرش ولا واحد قدر يقعد على الكرسي. عارف ليه؟ عشان الرب قال له انا هعمل كده، 7 سنين هسيبك كده وهرجعك العرش تاني، وما حدش جه قرب ناحيه العرش 7 سنين، حدش قرب. يا جماعه لينا اله عظيم جدا وكلمته حقيقيه، ولما بيتكلم بيعرف ينفذ كلمته كويس. ما تقوليش ازاي؟ طب عمل ايه؟ صدقني ما اعرفش عمل ايه، عملها ازاي ما اعرفش عمل ايه، بس عملها ولا واحد قرب. يقرا كده معايا بقى، هو لما فاق، عدد 35، جميل الايه دي. يلا عدد 5، وحسبته. هو الاول يقول عدد 34 عشان تعرفوا القصه، اللي فيكم مش عارف القصه يعني، يقول وعند انتهاء الايام بعد 7 سنين، يعني انا نبوخذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي وباركته. مين؟ عرف، عرف انه رؤيل عليون، عرف. اوعى نبوخذ نصر يعرف وانت باش عارف، تبقى فضيحه بجلاجل. عارفه ايه العليون ولا لا؟ ها؟ عايزين نطلع بالاعلان ده. هو العلي، هو العلي، هو ايه العليون اللي ملك السماء والارض، اللي بيصنع الآيات والعجائب، اللي بيقول ليه الكلمه الاخيره. حدش ليه كلمة على حياتي غير الرب، اللي عايز يقول لنفسه يقول لبكرة الكلمة بتاعت الرب اللي هتتم في حياتي فقط. ولا كلمة قالها إبليس ولا الناس هتتم، كلمة الرب اللي هتثبت في حياتي في اسم الرب يسوع. قال أنا فاق على طول، رجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي الأبد الذي سلطان وسلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. قال وحاسبت جميع سكان الأرض كلا شيء. وهو أدل عليه بيعمل إيه؟ يلا قولوا معايا. يفعل كما يشاء. فين؟ في جند السماء. وفين كمان؟ تحت وفوق، تحت سلطانه، واللي عايز يعمله فوق تحت بيعمله، محدش يقف قدامه أبدا. مبارك اسمه. هو يفعل كما يشاء ولا يوجد من يمنع. حدش طالع يقول له بتعمل ايه ولا يمنع ايده. حدش يقدر لما يؤمر ليك بالبركه، ما حدش هيعطل البركه ابدا باسم يسوع. هو العلي، حدش يمنع ايده، حدش يقف قدامه. مبارك اسمه. او يقول له ماذا تفعل؟
ايه؟ قال انا علمت ان العلي متسلط في مملكة الناس. مين يرفع ايده معايا؟ يلا قول العلي متسلط في مملكة الناس. العلي متسلط. معرفش ايه اللي حاصل معاك مع الناس والدنيا، بس اعلم بكل ايمان العلي متسلط في مملكة الناس، ولا يوجد من يمنع يهدو. امين. ده اعلان مهم وانت بتحارب. انا عايز اقول لك ده في اول السكه كده، انك تبقى داخل في حروبك وانت عارف هنتصر، لان قائدي وملك انتصر وهو العلي، وهو صاحب الكلمه الاولى والاخيره. يلا سريعا عشان نصلي مع بعض في عدد، نرجع تاني ل أصحاح 14. يلا كام سؤال كده لو حد فيكم مركز معايا، يلا قبل ما هنختم الوقت مع بعض، كام ملك كان هيحاربوا أبونا إبراهيم عشان يرد لوط؟ حد فاكر كان كام واحد؟ أربع ملوك مع كام؟ مع 318 عبد. طب منطقيا ده تنفع؟ طيب يحط لي قانون في أول مرة، يقول لي مش مهم إمكانياتك في الحرب، مش مهم معاك ايه في الحرب، المهم مين اللي بتحارب معاه ومين في صفك. حد قال امين معايا؟ مش مهم امكانيات، مش مهم. جمله جميله جدا جدا قالها يوناثان في صمويل الاول وهو شايف المشهد صعب، اصحاح 14 وعدد 6. يلا قولوا التعبيرات دي بكل ايمان، ان ابليس مرات يقول لك انت هتحارب، ما عندك ايه؟ ايمانك قليل ومعرفتك قليله ومش عارف خبرتك ايه. ولا ليها دعوه بالخبره، ولا ليها دعوه بالقصه دي خالص، ليها دعوه انت بتؤمن بمين، ليها دعوه انت داخل وشايف مين وانت بتحارب. يقول انه ليس للرب، صمويل الاول 14:6، ليس للرب مانع، يلا ها، ان يخلص بالكثير او القليل. يعني ايه؟ اللي معاك قليل او كتير الرب هيخلص برضو، لانه القصه مش في معاك قد ايه. ده بتكلم عن قدرات، ده بتكلم عن امور ماديه، ده بتكلم عن خبرات، ده بتكلم عن مين جنبك، ده بتكلم عن ايه امكانياتك، ايا كان اللي عندك. ليس لدى الرب مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل. مين يقول امين معايا؟ اتكل عليه، ادخل وقول الحرب للرب. داود لما دخل لجلياط يقول يا ابني رايح فين يا بابا، انت واد صغير وده راجل كبير وانت مش خبير وهو خبير، طب يا حبيبي يلا البس اللبس بتاع الحرب، حتى ما عرفش يلبسه، يعني ما عرفش يمشي بيه، مش بتاعته القصه خالص، مش عارف يعمل حاجه. قال طب ممكن سيبني بس انا عارف هعمل ايه، انا اخد 5 حجرات. يا بابا تعمل ايه قدام جلياط ال5 حجرات دي؟ قال لانه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب. امال ايه؟ قال اصل لا لا لا، انت تاتي لي بسيف وبرمح، اما انا، يلا مين حافظ، يعني اتي اليك باسم رب الجنود. احبائي هذه هي سكه انتصارنا، ان تاتي باسم رب الجنود. هل تشعر بحرب على شغلك، على بيتك، على ذهنك، على جسدك، على العلاقات؟ تعالى مش بامكانياتك، ما عنديش خبرات، اصلا انا عايز الخدام يصلوا عشان، هنصلي عشانك، بس اقف باسم رب الجنود وستختبر انتصار. ملهاش دعوه بالامكانيات، ملهاش دعوه بالسن، ملهاش دعوه بالخبرات. داود بيقول لي كده، ابونا ابراهيم داخل ب 318 بس عرف يرجع لوط وينتصر على 4 ملوك، لان القصه مش قوتك وقوتي، القصه في قوه العلي، مبارك اسمه. القصه ببساطه انا ماشي في موكب النصره، قائدي انتصر. انا بحب اقول التعبير ده، يسوع لم يهزم ولا مره، قائدي لم يهزم ولا مرة، كبير بتاعي انتصر في كل الحروب، ماضي وحاضر ومنتصر، دائما منتصر، مستقبل منتصر، وأنا همشي في موكب نصرة مين؟ نصرته هو. أنا همشي في موكب نصرته هو، أنا مش بنتصر بقوتي، أنا بنتصر وراه، أنا بحارب وأنا متحد بيه، وهختبر انتصاراته كل حين. مين يقول أمين معايا؟ تعالوا نصلي مع بعض. هللويا 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 هللويا. ما تبصش على الامكانيات. آسى الملك دخل يحارب وقال له يا رب ليس لديك عندك فرق ان تساعد الكثيرين،
ولا أن تساعد من ليس لهم قوة. أنت 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 بتقدر تساعد حتى اللي ما عندوش قوة. فساعدنا أيها الرب إلهنا. مين يعمل زي أسا معايا؟ مين يرفع إيده معايا في الدقيقة اللي جاية دي؟ يلا قبل ما نختم هذا الاجتماع مين يرفع إيده يقوله ساعدنا أيها الرب إلهنا. هل حد هنا عنده حروب شرسة؟ هل حد هنا بيعدي بوقت عنده حروب شرسة؟ أنا عايز أصلي معاك في الدقائق ديت لأنه الرب عايز يقودك في موكب انتصار كل حين. فعايزك ترفع إيدك معايا. أنت عندك حرب تقيلة عايز أصلي عشانك. ارفع إيدك. لو ما عندكش ما ترفعش إيديك. لو أنت الدنيا عندك مش كده مش مفيش داعي إنك تعمل كده. بس أنا عايز أصلي لأنه آسا قال تعبير جميل في أخبار أيام التانية صح 14. قال له ساعدنا أيها الرب إلهنا. احنا ما عندناش قدرات بس احنا جايين نتكل عليك. احنا جايين نستند عليك. مين هنا متضع يقول له انا مش هعرف ادخل الحرب دي لوحدي؟ مين يقول له بستخبى فيك؟ مين يقول له بحتمي فيك؟ الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت، لانك جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك. لا لا، لانك ساكن فيه، لانك ملتصق به، لانك ماشي وراه في موكب النصره. يحارب عنك ويحارب بيك ويعطيك النصره ويعطيك الغلبه باسم ربنا يسوع. الهك ايل عليون. ارفع ايدك كده وقول له ايل عليون انا بستقبل قوه ومعونه في حروبي. العليون أشكرك لأنك منتصر وأنا منتصر بيك. اعلن اعلن قول قول ما 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 تأملش. قول يلا الله. احنا هنختم الاجتماع اللحظات اللي جاية فعايزك تقول، عايزك تفتح فمك وقوله أشكرك لأنك انتصرت لحسابي في الصليب. أشكرك لأنك العلي اللي ليك الكلمة الأخيرة والفاصلة. هل إبليس هددك؟ هل ناس قالت لك كلام صعب؟ هل جالك تهديد من ناس أزعجك؟ اعلن اعلن إيه العليون هو المتسلط على حياتي وهو الذي يقول فيقول وليس من يمنع يده. هللويا هللويا هللويا. هل تشعر بحرب شرسة عليك؟ العدو عايز يبتلعك. اعلن بكل ما تقولي ما عنديش امكانيات زي الاخ فلان ولا الاسيس فلان. ملهاش مش محتاجة اسيس ولا اخ. ارفع ايديك وقول لاني ابن للعلي، لاني خاضع تحت سلطان ايل عليون، لأن إيل عليون هو مالك السماوات والأرض، هو ملكي، هو إلهي، هو الذي يقودني في موكب النصرة. فاسمع هذا التعبير في روحك، يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. إيل عليون سيحارب عنك. قول بكل إيمان، قول بكل سلطان، الحرب ليست لي، الحرب للرب. هللويا 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 هللويا. لا تدخل حروبك وانت متكل على اي امكانيات شخصيه. لو ابليس قال لك ما عندكش اي حاجه، اللي عندك قليل، قول ليس لدى الرب مانع ان يخلص بالقليل والكثير. احفظ الايات دي ورد على العدو، قول الرب بيخلص بالقليل والكثير. هللويا. شمشون الاسد يجي عليه ليس في يده شيء، ايده فاضيه بس امتلأ من الروح القدس فشق الاسد. على فكره الروح القدس ليك، على فكره الروح القدس من حقك تمتلئ بالروح فتشق كل اسد بيحاول يقف قدامك ويعطلك. هللويا. انا اعلن ان الرب سيقودك في موكب نصرته السنه دي، سنه مختلفه في حياتك، لانك هتختبر نصره الرب كل حين. أنا نفسي شجع ناس هنا، اعلن اسم إيل عليون على بيتك لو شاعر بحرب على بيتك. اعلن اسم إيل عليون على جسدك لو شاعر بحرب على جسدك. الآيات والعجائب التي صنعها الله العلي، صنعها معي الله العلي. هللويا. يا رب آيات وعجائب تجرى مع ولادك اللي بيؤمنوا أنك إيل عليون. أعلن اسم إيل عليون على أجساد مريضة. أعلن اسم إيل عليون على بيوت فيها مشاكل. أعلن اسم إيل عليون على أمور مادية متلخبطة، على ديون، على احتياجات، على أبواب مقفولة. هللويا. حتى لو بقالك وقت شايف كأنه العدو واخد راحته وكأنه هو المنتصر، الرب جاي يقولك
كلح. الرب جاي لك كلح. انا ايل عليون المنتصر المتسلط على السماء والارض، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض، ولا يوجد من يمنع يده. ارفع ايدك قول هللويا. لا يوجد من يمنع يده، لا يوجد من يمنع يده. إلهي يده قديرة، إلهي يده عظيمة، إلهي يقول فيكون، إلهي يحارب عني، إلهي لي النصرة في شخصه، أنا منتصر بيه. هللويا. لو هزمت يلا قوم من الهزيمة، دعوتك إنك تعيش منتصر. لو شاعر بحرب عليك، اسمع نحميا بيقول لك ما تخافش ما تخافش، اذكر الاله العظيم، اذكر ايل عليون، قول باسم الرب يسوع النصره مضمونه ليا، قول باسم ايل عليون النصره مضمونه ليا. هللويا. احتمي في دم الحمل، احتمي في دم الحمل. مين يعمل معايا كده؟ مين يرفع ايده يقول بتغطى بدم يسوع؟ أعلن دم يسوع على باب حياتي، على بيتي، على جسدي، على عيلتي، على دخولي، على خروجي. أعلن أن الدم غطاء علي، أرى الدم فأعبر. أنا محمي بدم يسوع، أنا أسير في موكب النصرة وراء يسوع المنتصر. يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هللويا. وخاطب حد هنا عليه حرب من ناس في شغله أو في سكنه أو في عيلته، يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك لأنقذك يا بول الرب. هللويا. هللويا. لن تغلق أبواب البركة، الرب أمر بفتحها. هللويا. لن يوجد من يعطل بركة الرب اللي أمر بيها ليك. العليون لما يأمر محدش يعرف يقف قدامه، لما يفتح محدش يغلق، لما يصير قدامك يبيد من أمامك كل إعاقات. هو العابر أمامك نار آكلة. في هذه جميعا، نفسي شعب الرب يقولها معايا، ارفع ايدك في هذه. معرفش ايه هذه عندك، انا عندي حاجات وانت عندك، ارفع قول في هذه جميعا. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، مش بقوتي، مش بشطارتي، مش بذكائي، مش باي حاجه فيا، بالذي احبنا، بالذي احبنا، بالذي احبنا. انا منتصر بي على خطايا، على ضعفات، على حروب، على صراعات، على مشاكل، على أسوار بيحطها العدو أمامي. ستسقط الأسوار اللي معطلة امتلاكك للأراضي، لأن إيل عليون سائر أمامك. مفيش أسوار هتعطل انطلاقك، أسوار أريحة ستسقط، أسوار أريحة ستسقط باسم الرب يسوع. تمتلك المواعيد، تدخل أرض الموعد. الجبل اللي واقف قدامك، رب يقول لك النهاردة، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. سور، لف حوالين السور بالإيمان وهيسقط. عندك سور واقف قدامك، ارفع ايدك وقول بكل إيمان، إيل عليون يسير أمامي وستسقط الأسوار. هدور حولها وستسقط الأسوار. ولو بقالك وقت بتلف ولسه ما وعدش الأسوار، لا تفشل، كمل دوران وشوب الإيمان. الأسوار وقع، شوب الإيمان، الزور وقع، وإنت امتلكت، وإنت نجحت، وإنت دخلت الأرض الموعد وعبرت الحتة ديت.
نفسي نقول الترنيمة دي نختم بيها، ومهما تكوني حصينة راح تقع يا أصوات. ممكن أسمع هتاف شعب الرب بقوة؟ اعلن بإيمان، إيه العليون قائدك؟ فاعلن هلف عن أسواري وهتقع وهمتلك المواعيد. من مثلك يا شعب منصور بالرب، ترس عونك سيف عظمتك، يتذلل لك أعداءك وأنت تطأ مرتفعتهم. يلا نختم بالترنيمة دي. هللويا هللويا هللويا. امين امين.